في الخارجية شيء آخر، لأنه فما مواقف يومية. سي كمال، توا المشكلة اللي تعاني منها أنت وفما برشا وجوه أخرى واللي خسرتك في برشا حاجات من دفعت من طموحك معناها في بسببها، هي أنه الناس كي يشوفوك تذكرهم في النظام تاع بن علي وفي كونك جزء من الصورة تاع النظام وما نجمتش تتخلص منها، قاعد تقاوم فيها بصعوبة. صعوبة في كل اللقاءات معناها الإعلامية سواء كانت صحافة مش كان إعلامية، حتى عند الناس حتى عند اللقاءات معناها السؤال هذا دائما يطرح، والحقيقة أصبحت شوية معناها أنه منزعج. لا معناها هذاك عملكم بالضرورة باش تسألوا الأسئلة هذه، لكن لا انا نحكي عن الناس اكثر. الناس تشوف في الفيسبوك ولا في فما فيسبوك وفما يربطوك بال صحيح، ولكن ما زاد يتاثروا بالاعلام، الشيء بالاعلام اللي يتقال مش لهالدرجه. انت ما تظهرش برشا في الاعلام، ما تظهرش برشا صحيح. خليني نقول شيء معناها بالنسبه للموضوع هذا. اولا معناها اذا كان انا نمثل النظام وقعدت فيه 5 سنين فقط، فما ما قولكم في اللي عند قعدوا 20 سنة و 23 سنة؟ دونك معناها ما هو فما يلزم على الأقل الناس اللي مش تحكم على الأقل تعطي قيمة للمدة، ثم للوزارات اللي خدمت فيها. أنا خدمت في وزارتين، خارجية ودفاع. الدفاع خاصة خارجة على كل القرارات السياسية وغيرها. أنا يا سيدي جيت لتونس عام 2005 وما دخلت للجنة المركزية للتجمع إلا سنة 2008. أنا بقيت تقريبا 2 سنة و5 شهور في اللجنة المركزية. الديوان السياسي أنا آخر من دخلت له وأقل من بقيت فيه، أقل من العام. فكيفاش نكون أنا ممثل للنظام السابق مقارنة بالآخرين؟ فما خرجت قائمة في تو مدة في صحيفة من الصحف اليومية التونسية، حاطين فيها تقريب كل حاطين الوزراء وكتاب الدولة اللي خدموا معناها في 23 سنة مع 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 بن علي. نتذكر تقريبا 203 او 204. انا من بين 30 الاخر الاخرانيين، معناها مش من الاولانيين ومش من الناس اللي بقاوا اطول مده في السلطه. يعطيوني في الموقف هذا لانه ربما لاني انا الوحيد اليوم اللي بقيت على الساحه. لا وزاد ثم ضرر اخر جايك من المساهره نوعا ما، ضرر معنوي صحيح، لكن شوف هذا مانيش باش قدر نتاعك. تحب نعمل ديكلاراسيون مره اخرى لزوجتي كيما عملتها على في اذاعه من الاذاعات؟ اي تفضل. لا معناها هذيك زوجتي ديكلاراسيون دامور بطبيعه الحال، لانه نعرف اللي انت تحبها برشا يا اخي، مهما قالوا والله لو كان تعاودها لنا ديكلاراسيون، لو كان عرفتها وبن علي في السلطة نقولوا اختياري كان سياسي كذا، لكن يا أخي مانيش مش معنا نفترق مع مرتي في الوقت هذاك ولا اليوم باش نبين ان انا ما عنديش مساهرة معاه، والمساهرة مش مباشرة، انا ما لاني متزوج بنته ولا اخته ولا هذه بنت ولد عمه، مرأة فاضلة ومرأة الحمد لله معناها باش نجي اليوم انا ننكر هذا؟ ما ننكرش. ماذا بيه تعاود لنا ديكلاراسيون؟ لا مش هي تعرفها تلفزيا خاطر تجي خير من اذاعيا، لانه مش تشوف فيك تو فرصه هي تشوف فيك معناها. لا باش نولي باش وقتها احنا نعرفوا بعضنا شويه وتعرف عندي معناها غير السياسه فما مواضيع اخرى كذلك تو ربما نجيوها. نعرف به المساهره ذي مع ثلاث طموحاتك السياسيه. معناها اليوم بطبيعة الحال فما مش نكذب إذا كان نقول مانيش واخذها بعين الاعتبار، لكن أنا تعرقل فيك شوية. لا وأنا شنو طموحاتي باش نخدم بلادي مرة أخرى. نعرف اللي ربما أنت ما تحبش الكلمة هذه، لا خاطر الكلمة الناس كل تقول فيها هذيك علاش وبعد حتى بن علي قالها، وقالها حتى نهار 7 نوفمبر وقالها لو 13 جونفي. معناها ممكن نهار 7 نوفمبر قصد الحقيقة ما نعرفش عليه، أنا مانيش باش ندافع عليه اليوم، لكن انا مؤمن بهذا. انا تربيت في عائله وطنيه دستوريه. انا اول او اخر شيء نتذكره او اول شيء كطفل نتذكره لما نحاول باش نتذكر شنو اقدم شيء في 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 ذاكرتي هو يوم القي القبض على والدي من طرف الجندارمه الفرنسيه. انا كان في فيفري 52، ما عنديش حتى 4 سنين من العمر. هذا ما يخليكش بطبيعه الحال فما ايمان، فما كما قالوا لي كيفاش تقول الولاء لتونس ولا أنا هذا في دمي معناها وأؤمن بهذا. اللي يحب يصدق هذا وما يصدقش لا 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 تصديق ما منش نكذبوا فيه، ولكن شوف سي كمال انا نرى انك انت
كمام معناتها كلامك صحيح كمعنويا كلام كبير وكلام يطرب الأذن والقلب، ولكن أنت خدمت نظام بن علي، خدمت بن علي، أنت كنت أوبليجي باش تخرج في الانتخابات تسوق لبن علي، هكا ولا وتحمل هذه المسؤولية وتكلمت على بن علي. كلكم كنتوا سي كمال الوزراء تاع بن علي، كنتوا تخرجوا تقدموا بن علي الحكيم والعظيم. قمت بشيء غير قانوني انا حاضر، لا مش ما نحكيش على القانون، انا مانيش في الموقع باش نحاسبك قانونيا ولا نحكي على القانون. انا اعلام حتى في هذا لا قانونيا. انا عندي ربما مسؤوليه سياسيه واخلاقيه. سياسيه انه بالفعل وهذا نخلي للشعب يحكم فيها، يحكم فيها الشعب على الشيء اللي عملته ولا الشيء اللي نجم نعمله ولا ما نجمش نعمله، وهذا هو. والاخلاقيه هو مع نفسي انا نعرف اني لا ظلمت ولا سرقت ولا تعديت على حد، واذا معناها يلزمني القرار يكون اني نبعد على السياسه ونخرج من تونس. لا لا لا، نحكي على امور اخرى. نحكي على كمال مرجان اللي كنا نشوفه فيه مش وحدك، نظام كامل، سيستم كامل، كان مجند السيستم لخدمه الشخص بن علي. تخرجوا في الاجتماعات بن علي الحكيم والقائد والعظيم. لا انكر هذا، لا انكر هذا. كنت مقتنع بالكلام هذاك ولا جوست مضطر؟ الناس اللي حضروا معايا في اجتماعات وفي تظاهرات يعرفوا لغتي ويعرفوا الكلام اللي كنت فيه، الكلام اللي كنت نقول فيه. وفي بعض الحالات حتى لما نحاول باش نقول فما اشياء ما نجمش نقولها كما يقولوها بعض الناس. ماهوش هذاك راي، عندك راي اخر داخلي محتفظ به وراي سياسي؟ شوف الانسان لما يجد نفسه في اما يخرج ربما ما يعاب علي اني انا ما قطعتش وخرجت في الفتره هذه. هذا نعترف به. ولكن فما فرق بين اكتشفت الفساد، حجم الفساد، كنت تنجم. صحيح وانا اعترف بهذا، وهذاك علاش اعتذرت. لكن فما فرق بين هذاك وبين انك تقوم وتصبح بوق كبير. انا عمرني ما كنت بوق، فما اشياء معقوله قلتها مقتنع بها سي كمال. لا وقت اللي تقول بن علي المصلح والقائد وكذا، عندي حاجات معناه في خطابات للمسؤولين كل وقت. مقتنع ولا لا؟ هذا هو سؤالي، مانيش نحاسب فيك على كلامك، لانه وقتها ما باش واحد يقول الحقيقه ما كمش وحدكم. شوف الحقيقه جوقات وجوقات كبيره ياسر كانت تتمجد. الحقيقه مش 100% ومش 0%. أنا الإنسان حتى في حكمه على أي إنسان آخر بما فيهم اللي كان رئيس البلاد مش 100% من هنا ولا 100% من هنا، فما أشياء حقيقة ومانيش أنا اليوم فما أشياء حقيقية. دائما تحبوا تحطوني معنا كصحافة كأني أنا المدافع على النظام، وأنا أنا مانيش ندافع. لا من بين المدافعين ماكش نجم. فما أشياء حقيقية سي كمال قلت توا؟ لا معنا فما اشياء اللي ايجابيه في بن علي. لا مش معنا في الشيء اللي صار في 23 سنه شنو ايجابيات؟ لا ما نحبش اليوم انا نبقى دائما كاني ندافع. فما اداره كانت تخدم، فما ناس خدموا البلاد. نعاودها كلمه مره اخرى، رغم اللي مش بالضروره عندهم انتماءات. مانيش نتكلم على نفسي ولا نتكلم على السياسيين، نتكلم على اداره تونسيه، نتكلم على كثير من الناس اللي ماهمش مسيسين. لا مسيسين او غير مسيسين، لكن قاموا بواجبهم باش خلاو البلاد ربما في مستوى معين. مانيش مش انا اللي مش ولكن مدافع. اغلب المسيسين نهبوا البلاد وهمشوا البلاد وهمشوها ديمقراطيا وسياسيا، قتلوها سياسيا، ردوها الصحراء. مش عليهم كما انا ما نحبش سياسية. لا يا سيدي، انا كل انسان وكل راجل دوله مسؤولة. او راجل سياسه بطبيعة الحال الشعب يحكم عليه والناس تحكم عليه، وبالتالي ليس لي انا لا ان مش ندافع على الاخرين ولا باش نهاجم الاخرين. الشيء اللي صار في البلاد الناس كل تعرفه، كل واحد منا عنده مسؤوليه يتحملها لمده معينه في فما اللي عنده شجاعه الاعتذار في مستوى معين. غلط ربما ببقائي، لاني كنت اعتقد انه ربما فما امكانيه انه الامور تتحسن. كنت نعتقد انه ربما انا شخصيا نجم نساهم في 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 تحسينها. كيفاش نجم تساهم وانت ما تنجمش تبلغ رايك سي كمال؟ موقفك حتى للرئيس حتى. لا ما شوف، فما حوايج الانسان يقولها فما حوايج ما يقولهاش. انا تسمحني في هذا، مانيش نخبي. تفضل. في بعض الحالات حتى معنا حالات خاصه وشخصيه قدرت باش سويت بعض الاشياء. ما بدلتش السياسه نتاع البلاد، لكن الحمد لله انه فما ناس دخلت ما نحبش نقولها لانه لا ما نحبش لا ما نجمش لانه
معناها فما ناس اللي بعد الثورة فما شكون جاء شكرني لأنه عرف أنه في فترة من الفترات بدون ما يعلم وعرف كان بعد لنا عاونت وخرج من السجن. من المعارضة تقصد؟ من المعارضة. نعم ثم عبيد ساهمت في تخريجه من السجن؟ نعم سيدي بكلمة حتى وقت قبل ما نكون حتى في تونس. وكان يسمعك معناها؟ لا لا ما فما أنت والظروف معناها أي عرفت وقتاش وقتاش تخرج الكلمة وقتاش معناها حتى لما كنت وزير خارجية فما وتقالت في 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 بعض الصحف حتى لكن أنا مش على هذا كان حب أنه نتحمل مسؤوليتي كما قلت اعتقدت أنه ما زال عندي إمكانية باش نخدم بلادي نعودها الكلمة هذه نهار تلا نوصل القناعة أنه هذا معناها مش ضروري ولا ما نجمش نفع بلادي من غير ما يقولوا لي لا أخرج ولا ديجاج نخرج على روحي واضح به سي كمال نغيروا اللون نتاع الحوار ونمشيوا للون اخر. سي كمال لاحظنا نحن المتابعين في الفتره الاخرى نتاع بن علي انه زاد قربك لي زاد قربك بليتو مش انت بدتر ولكن هو زاد قربك منه الوسام الاكبر اللي خذيته نتاع دخولك للديوان السياسي ثم الوسام نتاع 7 نوفمبر اللي هو تكريم خاص وخذيته وحدك وقتها في السمفه ذاك وحدك الوسام الاكبر يتسمى اللي هو مش برشا عباد خذوه. حسينا لي بن علي كان عندك حظوه خاصه وقاعده تدعم بمرور الاعوام. شوف في كل ما يخص الأوسمة ما تنساوش أن هو منين جاي وجاي من المؤسسة العسكرية يمن يسر بال لا لا ما فما قواعد كمان مرجع ما توسمش من الأول القواعد هي الولاءات لا لا الوفاء والولاء لا 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 أبدا والإخلاص لا لا أبدا أبدا عاودوا خذوا القائمات نتاع اللي توسموا هاو نعطيك انا سي كمال انا نعرف الاوسمه انا نعطيك معلومات متاكد منها في المجال الثقافي على الاقل لا 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 مو هذاك علاش قلت لا لا مو هذاك علاش قلت فما اوسمه بالفلوس لا لا لا, 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 لا وهذا معناه لا عشك انا ما نتكلمش على الاوسمه في الثقافه ولا في لا والوسام هذاك جاء بعد الانتخابات ما مش نقول لك اعطيني من كان وزير دفاع ولم يتم وبقى مده معينه انا من بين اللي بقاوا اطول مده في الدفاع ولم يوسم بهذا الوسام 5 سنوات اعطيني من كان في وزاره سياده ولم يوسم بذلك الوسام بعد مده مانيش الوحيد يعني ماهوش مقصود لا مش بعد مقصود بعد الانتخابات وفي الوقت هذاك ابدا ابدا لا ما تفهموهاش بالمفهوم هذاك علاش قلت لك ما تنساوش مدرسته منين في الجيش الامور واضحه بالنسبه للاوسمه بالنسبه وهو عنده دائما راهو حتى ولو ولا رئيس جمهوريه وكذا دائما فما التفكير العسكري موجود عنده انا مش نعطيك مثال صديق عزيز الله يرحمه دليل جازي الله يرحمه دليل جازي من الناس اللي تحبوا برشا في وزاره الدفاع في وزاره الدفاع انا قام بعمل هايل ونهار اللي توفى انا اللي علمت الرئيس السابق ونعرف اللي دالي ونقول هذه كان يتمنى ربما انه الجيش وسير. هو اللي لا هو وسم بين مؤكد كوزير دفاع لانه بقى زاد مده لاباس بها بقى حوالي 4 سنوات فلما كلمته وعلمته بالوفاه قال لي الله يرحمه قلت له تؤمر بشيء لانه بطبيعه الحال لازم حد باش يتلهان وزير وقتها كان هو في رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللي فهمته من بعد من طبيبه الخاص قال لي بعد طبيب وهو صديق كذلك سي محمد قديش لا 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 لا, لا طبيب الخاص للدالي طبيبه اللي تابعه خلال المرض نتاعه في المستشفى العسكري لا 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 ما كانش في المستشفى لا مش عسكري طبيب بدني صديق كذلك قالها لي بعد مده قال لي راهو اعطاني قائمه وقال لي لما اتوفى هؤلاء الاشخاص اللي مش تعلمهم واكد على انك انت الاول مش بالضروره لاني انا اقرب واحد من دالي اما انا عرفت شنو يقصد كان امنيته انه مآتم معنى مآتم الدفن نتاعه تشرف عليه وزاره الدفاع لما فيه مهيبه وجلال هيبه وحبه حبه وزاره حبه بالفعل ومؤسسه حبه فلما كلمت الرئيس السابق ورميت له الكوره كما بلغه الكوره انا قلت له تؤمر بشيء قال لي لا هذه عند سي الهادي سيدي مهني علاش؟ لأنه اعتبر أنه أعلى مركز
خذاه الداري جازي ما كانش وزير للدفاع، كان عضو في الديوان السياسي. وبالتالي التجمع هو اللي اشرف على على فباش نقول لك ما كانش حد شيء يصير اعتباطيا او لا، مضبوط لانه بتفكير عسكري وبتحديد عسكري. واعلى مركز الديوان السياسي زاد بن علي، معناها صحيح دخلت الديوان السياسي، دخلت الديوان السياسي الفتره الاخرى. لكن شوف سي سمير عايشكم توريط، هل هذا تكريم؟ لا لا لا، شوف شوف هو بعد ولا توريط مش تكريم؟ لا 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 عايشكم تبعوا الامور كي تبعوها هايل، مش تبعوا الامور هكاك لكن تبعوها الى الاخر. ايوه اعطيني اسم وزير خارجيه لم يكن في الديوان السياسي. انا بقيت 4 سنين ونصف في الدفاع وما دخلتش الديوان السياسي. واضح. اسبوع بعد ما دخلت الخارجيه دخلت الديوان السياسي. واضح. وكنت اخر شخص يدخل الديوان السياسي. علاش؟ لانه شيء طبيعي جدا انه الانسان اللي يتكلم باسم البلاد مش يمشي في اماكن يقول لك بالضروره لازم يكون عنده علم بسياسه البلاد، ولو هذا ما كانش صحيح. حاب ناكد ان الديوان السياسي ما كانش مكان اللي تناقش فيه المسائل الكبيره نتاع البلاد او المسائل الهامه، لكن وزراء الخارجيه الكل دخلوا الديوان السياسي، فكانت اوتوماتيكيه. كنت مرشح في وقت من الاوقات، قالوا كلام مرشح لوزاره الداخليه. خرج الدعايه. خرج الدعايه. خرج الدعايه. الحمد لله انا ما صرتش. الحمد لله. لا الحمد لله انا ما صرتش، لانه ما تتمشاش مع شخصيتي. احترم وزاره الداخليه واحترم اعوانها واحترم اطاراتها. لكن بطبيعه الحال كان ربما الوضع يكون حتى هي حتى وزاره الدفاع. انا وقتها نعرفك شخصيا انه ونعرف حتى شنو تحب في الفن والرومانسيه نتاعك وتحب لي زرقاء بالي. انا نذكر قابلنا في حفله ماجد الروم. في ماجد الروم انا هذاك اول مره قابلتك. عندها تقريبا 4 5 سنين. 6 سنين ولا 5 سنين. 5 سنين. عرفتك في حفلة ماجد الرومي، تحب ماجد الرومي وتموت على ماجد الرومي. من بعد طلبت مني كاسات نتاع غناية اسمها صباحك سكر نتاع سي توفيق الناصر. استغربت، قلت وزير دفاع رومانسي ولطيف لهالدرجة ذي، ويحب نزار قباني ويحب ماجد الرومي ويقرأ ويكتب ويحب الشعر وعندك قصائد. شوف, شوف, شوف يا سيدي، أولا فما أشياء ربما ما تعرفوهاش. أنا كنت زميلكم في فترة من الفترة. أي في دار صباح نعرف. خدمت كمراسل. مراسل في سويسرا. بكل شرف الحقيقة وقت سي عبد اللطيف فراتي وسي عبد الجليل دمق، وكتبت عدد من المقالات، معنا عدد كبير ما زلت محتفظ بها إلى الآن. اهتمامي بالسياسة واهتمامي بالعلاقات الدولية ما يخلينيش، أنا بشر وكما مغروم بالرياضة كما مغروم عندي كذلك، نفضل معناها سواء في الفن أو في أشياء، لكن مانيش مك المتعصبين. معناها لما شفتني عن ماجد الرومي، لأني نحب ماجد الرومي لكن مش كان ماجد الرومي. أنا نحب كل ما هو جميل، كل ما هو رفيع. وباش نرجعه حتى انا باش نرجعك للعهد السابق، كنت نتألم كثيرا على وضع الفن في تونس. كي نشوف كون ابل بالفرنسوي لو نيفيلمون بار لو با، ولينا في عوض باش نطلعوا المستوى نتاع الفن نتاعنا قد نبطوا فيه. كانت اراده النظام. والله كانت اراده النظام صحيح، معناها غلطه، لانه حتى المستوى معناها شبيه، معناها فما امور شعبيه هذيك نتاعنا، وشبيه انا نسمع اشياء شعبيه لكن فما مستوى معين مفروض الانسان يلزم يدفع به الشعب والناس. يعني نحب الشعر، كتبت الشعر بثلاث لغات. هذه مش معروفه، لكن ما نشرتش. تكويني اداب، وبالتالي لو عملت حقوق يعني خسرك الشعر وربحتك السياسه. فربما خسرني الشعر ما نعرفش اذا كان كنت نكون في المستوى، ولكن كتبت الشعر ونقرا الشعر. واغنيه صباحك سكر باش تفكرك معناها؟ لا لانه القصيده نحبها. اذا مر يوم ولم اتذكر به ان اقول صباحك سكر فمعناه لا قبل هذيك يقول ورحت اخذت كلاما غريبا على وجه دفدر فلا تحسبي أنني لا أراك، بعض المواضيع بالذهن تبصر. وإن لم أقل صباحك السكر، أيوة هذيك هي. وإن لم أقل أحبك لشنو فمعناه أني أحبك أكثر. فحين أنا لا أقول أحبك فمعناه أني أحبك أكثر. بالضبط، هذا نزار. والحقيقة سعدت تغني فيها لزوجتك ساعات
سعدت انه فنان تونسي يلحن ويغني. ما استغربت كيفاش تعلقت بها بصوت توفيق الناصر بالذات وغناها غناوها برشا. لا ما خاطر اكتشفتها. اكتشفت انه فنان تونسي. لا مش على خاطر الاخرين ما نحبهمش. لا فنان تونسي غنى نزار قباني. غنى نزار قباني ماهيش برشا. لا لان القصيده نحبها. اي قصيده نحبها. اي من الاول تقول اذا جئتني ذات يوم بثوب كعشب البحيرات اخضر اخضر. انا كلام هايل نتاع نزار. نزار الحقيقه من المفضلين نتاعي. نعرف كيما احمد شوقي انا نحب عبد الوهاب نحب فريد. لا وواحد كيشوف وزير دفاع مغروم بنزار قباني وزير دفاع ويكتب في الشعر به برشا. لا وزير دفاع شو وزير دفاع شوف الدبابات والسلاح والجنود تحيي فيه والناس معناها الشخصيه نتاع الانسان راهو فما كل لكل مقام المقال. وهو بن علي ما كانش يحط عسكريين كوزراء دفاع. لا هو في تونس عمرها ما صارت. عمرها ما صارت معناها اخي. هو حتى الناس يتسائلوا كي نبداو في مؤتمرات دوليه وهو في كذا كي يقولوا وزير دفاع يقولوا لي انت جنرال يتصوروا خاصه الدول العربيه. هما اللي مروا على وزاره الدفاع كلهم ناس سي الحبيب والعريس كاتب اديب وديليجيزي حساس وفنان حقوق انسان سي كمال مرجان شاعر وكثيرين الحقيقه اللي وزاره الثقافه سي الهادي الفشا الله يرحمه محامي معناها وهذا به. نرجع شويه بعد الاطلاله الصغيره النافذه على اعماقك سي كمال مرجان. نخرج شويه من عهد بن علي ونمشيو لمنطقه اخرى في مسيرتك وفي حياتك. اسمك ارتبط بامريكا. نرجع شويه لامريكا ونحكيو على امريكا. انت المرشح نتاعها الافضل، انت البديل الجاهز، عندك علاقات نافذه هناك، كي تمشي يستقبلوك بالقدا. وشفتك مع إيلاري كلينتون معناها في تبارك الله معناها استقبال باهي على مستوى عالي، ونادرا ما الدبلوماسيه التونسيه تستقبل في امريكا بالطريقه هذيك وعلى المستوى هذاك. كان عندك حظوه في امريكا وحتى جرايد عالميه كبيره وكتاب معروفين كتبوا على الموضوع هذا وكتبوا على كمال مرجان. شوف يا سيدي انا بكل تواضع ولكن بكل ثقه في النفس. انا بقيت سنه واحده في وزاره الخارجيه. لا اعتقد مع كل احترامي بطبيعة الحال لكل الزملاء اللي سبقوني انه انسان جاء للخارجيه التونسيه بالتجربه نتاع 30 سنه تقريبا في العمل الدولي. ما فماش. صحيح. معناها حتى اللي تسماو كانوا سفراء كانوا كذا، لكن وبالتالي ما يلزمناش ننظروا لها بمقياس تونسي. انا كما قلت لك فما رؤساء دول اليوم اللي قادر باش نقابلهم وقادر باش نكلمهم وقادر باش نمشي لهم واللي يعزوني ويقدروني لانه يعرفوا العمل اللي قمت به. وانا ماك تعرف انا عديت حياتي بين حياتي المهنيه في الخارج بين ميدانين، ميدان الانساني في مفوضيه اللاجئين وميدان حفظ السلام خاصه في المهمه نتاع الكونغو. وبالتالي الاثنين مرتبطين بالسياسه. لانه اذا تم تقول لاجئين تقول بالضروره فما قهر وفما هروب وفما لجوء الى غير ذلك. والاف ومئات الالاف وملايين من البشر. انا اشتغلت في اماكن متعدده وغطيت معناها مهمات كبيره. جبت على العراق. انا قبل ما يقع علاش كوفي انان اقترحني باش خاطر كنت عندك يعني عرفت العراق. يعني عرفت العراق من الداخل. يعني لما صار بعد الاجتياح نتاع الكويت انا اللي كنت مسؤول على العمل لما رجعت عام 90 بعد التجربه الاولى في تونس. العراقيين اللي هربوا للسعوديه كنت انا مسؤول عليهم، والاكراد اللي هربوا لتركيا والايران كنت مسؤول عليهم. كنت مسؤول على معناها كمشرف كمدير لعمليات كبيره سواء كان في افغانستان سواء كان في افريقيا. وبالتالي علاقاتي بطبيعه الحال ما نقولش عندي مريت في هذا، لأن الإنسان هذاك العمل نتاعه اليومي يعرف ناس تقدروا يعرفوني صادق في الشيء اللي نقوم به. ونقول هذا بكل فخر. ما نلعبش نتكلم ربما بدبلوماسيه ولكن باتجاه صحيح. امريكا كيف امريكا نفس الشيء. انا علاقتي بالامريكان ما هيش مبنيه يعني هذه كلها اقاويل واستنتاجات معناها يا سيدي. معنا اليوم الناس اللي تعرف
معناها يعرفوا انه تعتبرها تهمه علاقه مع امريكا. لا مش تهمه، تتهرب منها. ما هو نظره التوانسه ليها، نظره التوانسه مع الاسف ليها نظره دونيه، كاني خاطر امريكا عندها مواقف كانك حليف الشيطان عند بعض التوانسه اكثر قالوا من هكا، معناها ناس مثقفين وناس اصحاب، معناها رجال قانون قالوا كلام على معناها في 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 اذاعات ما يتقالش، معناها وتهم اللي معناها بالعماله والمحزين. انا معناها الشيء المؤكد، انا نعرف ايش عملت، وانا نعرف نوعيه العلاقه اللي عندي مع الدول الاجنبيه سواء كانت امريكا او غيرها. الحمد لله اني عندي علاقات طيبه مع العديدين. ماكش المرشح الافضل نتاع امريكا؟ اسالوهم يا سيدي، ولا مرة جدولك الموضوع هذا؟ أسألوهم. لا لا نسألك أنت. بيد الناس اللي يقولوا الكلام هذا ماذا بيا سألوهم. هما قالوا، هما وجهة النظر نتاعهم تقالت في وثائق ويكيليكس. لا قالت. لا مش قالوا، ما قالوش مرشح نتاعنا. أتونسيون أتونسيون. لا ذكروك بكل خير وقالوا مقارنة. عملوا مقارنة، ما قالوش هو الوحيد. هذاك تقارير السفير. لا هذاك تقارير السفير. تذكرت بالكدا معناها. إي لا لا لا، ولكن إيش قال؟ قال الأسماء المذكورة للخلافة. واهمهم وابرزهم معناها ارجع لها ارجع لها ارجع لها تو تشوف. لكن ما قالش لا نقترح باش يكون هذاك مرشحنا. لا ولكن ولكن عندهم قرار ما كانش يقول. وقت اللي يحكيو على صخر الماتري نوع وعليك انت نوع اخر. لو كان هما السفير اذا كان بلاده واخذ قرار باش كمال مرجان يكون مرشحها ما كانش يحطها بالطريقه هذه، لان وقتها ما كان حتى حد يعرف ان ويكيليكس مش تخرج. ما نجموش نقولوا امريكا ما عندهاش المرشح نتاعها في تونس. أنا مستحيل. تصوري عندها 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 اقتراحات وعندها بدائل. كل دولة يرحم والديك معناها كي تقول بدائل هذاك هذاك بلاد كيما الولايات المتحدة ما نتصورش، وأي قوة أخرى معناها سواء كانت أوروبية ولا أمريكا ما نتصورش أن يكون عندهم مرشح واحد أو يفكروا في شخص واحد من بينهم كمال مرجان. إذا مشينا إذا مشينا في الخط هذا وقت اللي قابلت رامسفيلد أو قابلت كلينتون ما يجبدوا لكش المواضيع هذه. رامسفيلد جاء وأنا رأي وأنا وزير دفاع صحيح كانت عندي علاقة طيبة معه وقبلني في في في, في البنتاغون. تحدثنا في كل ما يهم بلادنا، تحدثنا في لكن ما شنو يحكي وزير شنو يحكي وزير دفاع تونس مع وزير دفاع أمريكا؟ يحكي على الوضع في البلاد، يحكي على الوضع في المنطقة، يحكي على الأمن المشترك، لانه ثم تعاون مخابراتي اكيد مع كل الدول. ما فماش بلاد ما عندهاش تعاون مخابراتي. لا باهي باش نسالك سؤال اخر وما تقوليش ما تعرفش سي كمال، لانك المفروض انك تكون اكثر واحد يعرف، لانك في فتره 14 جان في وزير خارجيه.